أن يصبح التراب صرحا ليس ضربا من خيال، هي فقط الرؤية، العزيمة، الاستراتيجية. من هذا المنطلق اختارت مجموعة حريد المصريين محافظة بني سويف بوابة التنمية للصعيد لتكون مقرا لأول مصنع للحريد بصعيد مصر. في أوقات الأزمات تختبر الضمائر الوطنية. بعد ثورة يناير 2011 قررت حديد المصريين بدء التحدي ببناء صرحها الصناعي العملاق لإنتاج حديد التسليح باستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة في العالم للوصول للهدف المحدد منذ البداية، وهو البناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل لمصر. تلتزم مجموعة شركات حديد المصريين بتحقيق التوازن المستمر بينما تصبو إلى تحقيقه من قواعد التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وما يتحقق على أرض الواقع من تقدم تكنولوجي مستمر في صناعة الصلب. انطلاقاً نحو التفرد طبقت مجموعة شركات حديد المصريين أحدث التقنيات التي تمكنها من إحداث طفرة عالمية في ثوابت تلك الصناعة بخطى من حديد متمثلة في إطلاق مصنعها ببني سويف كأول مصنع حديد تسليح بصعيد مصر، مصنع لا مثيل له سوى توأمة مصنع حديد المصريين بالعين السخنة من حيث الطاقة الإنتاجية والتطور التكنولوجي المتمثل في استخدام أحدث تقنيات صناعة حديد التسليح في العالم. بتقنيات من حديد تم استخدام الجيل الثاني من تكنولوجيا الكونستيل المتطورة والتي تقوم على الشحن المستمر للخردة مع الاستفادة من عوادم التسخين والصهر الصادرة من فرن القوس الكهربي لرفع درجة حرارة مشحون الخردة، والذي يطلق عليه الاسترداد الحراري، مما يساعد مجموعة شركات حديد المصريين على تحقيق أقل استهلاك للطاقة الكهربية، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات التوافق مع اشتراطات الحفاظ على البيئة وسلامة العاملين، وذلك بالوصول إلى أدنى حد للضوضاء بأدنى تأثير عكسي على الشبكة الكهربية، وكذلك خفض انبعاثات الغبار بنسبة تصل إلى 40% ورفع نسبة الوقت المستفاد حتى 98%. كما تطبق المجموعة تقنية الاحتفاظ بمصهور الصلب بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي المشحون، بالإضافة إلى الشحن المستمر للخردة، مما يؤدي إلى الصعود بالإنتاجية النوعية للميجاوات مما يساعد على تحقيق أقل معدل لزمن الصبة الواحدة حيث يصل إلى 40 دقيقة. نعم، بتقنيات من حديد تتجسد أهمية تكنولوجيا الدرفلة اللانهائية، وهي الجيل الثالث من الصب المستمر في تحقيق استراتيجية الإنتاج بلا توقف.
نظراً لأنها تتم من خلال الدمج بين تكنولوجيا الصب المستمر مع الدرفلة على الساخن. يوفر أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي وأكبر نسبة من المواد الخام المستخدمة لانعدام الحاجة لأفران إعادة التسخين. الأمر الذي مكن المجموعة من درفلة أكبر مقطع من خام البلت ليصل لأكثر من 1000 طن بأقصى سرعة صب مستمر بلا انقطاع على الإطلاق. ونستمر بتقنيات من حديد حتى المنتج النهائي الذي بفضل تطبيق تكنولوجيا التحزيم المباشر الذي يمثل الجيل الثاني من تقنية تبريد الأسياخ. تم تحقيق أعلى نسبة تطابق للطول النهائي في حزم مباشرة بنهاية خط الإنتاج مع توفير أكبر نسبة ممكنة من المادة الخام دون الحاجة إلى ضبط الأطوال على البارد مع الحفاظ على الجودة العالية للربطة النهائية. بإرادة من حديد توجنا مجموعة مصانعنا في ربوع الكنانة بمصنع حديد المصريين ببني سويف الذي لا مثيل له إنتاجية وتقنية في العالم باستثمارات ضخمة تصل إلى 1 مليار دولار أمريكي في توقيت فائق الحساسية إقليميا وعالميا إيمانا منا بمصرنا ومصريتنا. لا سيما صعيدنا الذي أسسنا لأبنائه داخل مصنع بني سويف مركزا عالميا لتدريبهم مهنيا وفنيا. ونستمر في دعم قراها الأكثر احتياجا تمهيدا للانطلاق نحو آفاق من حديد. مجموعة حديد المصريين هي الجديد.